سنة وسالفة، دراما اجتماعية من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع إذاعة الفجيرة. سنة وسالفة، تأليف إيمان إمام، تدقيق لغوي خلود النقبي، تنسيق وإشراف شيخ الشرع، الهندسة والمؤثرات الصوتية أسامة إسماعيل، فكرة وإخراج محمد مكي، الإشراف العام علي عبيد لحفيتي. الإمارات كلها منورة بأهلها وأحبابها من كل الجنسيات من كل مكان بالعالم. طبعاً، وكلنا حب واحترام لكل أهلنا وللإنسانية على أرض الرحمن اللي كلنا ضيوف عليها وتحت رعاية الله. وعشان كذا فكرت أنا وزوجتي أن نفتح مؤسسة خيرية تدعم وتكفل كل جنسية موجودة على أرض الإمارات بتحتاج لمساعدتنا. وشيوخنا الله يحميهم ويعطيهم العافية ما يقصروا مع كل فرد على أرض الإمارات. وبشاركنا أولادنا عبيد وصايف وكل ربعنا وأهلنا من معظم الجنسيات والبلدان علشان يساهموا معانا بشوية من وقتهم وتطوعاتهم ومعرفتهم بالناس اللي ممكن تكون محتاجة لأي دعم وإحنا ما نعرفهم. والحين في حفل افتتاح المؤسسة نبى كل عضو انضم معانا يعرف نفسه لباقي الأعضاء عشان نتكاتف ويا بعض ونكون على يد وحدة في عمل الخير. ألو ألو ألو، أنا أيمن من مصر، لقيت نفسي في الإمارات. بيبة ونونة بناتي، ويوماتي أنا ويا مراتي، وبقول وبناشد وبهاتي لكل أهلي وبلادي وفي كل مكان وبنادي. تعالوا هنا، هنا إماراتي، بلدي وعيلتي وحياتي. بس كل اللي حباتي. احنا بنحب مصر وخف الدم اهلها. استاذ ايمن من سنين عايش بالامارات ومدرس تربيه رياضيه وشاعر. ومعانا استاذه امال من العراق، تفضلي الغاليه. تسلمي وعد، انا كثير حبيت الفكره لان فعلا احنا على ارض الخير والعطاء، واني عايشه هنا بالامارات من 30 سنه، ما حسيت غير اني ببلدي ومع عائلتي واشتغل بالفن وادرس العزف على آلة العود، واني ايضا ويا اولادي حبايبي حمودي وصوفي يدرسون ويشتغلون بالامارات باحسن المراكز والوظائف. وجود المؤسسه هوايه حتساعد كل الموجودين على ارض الامارات. وإحنا دايما جاهزين لأهلنا من العراق والمقيمين على أرض الإمارات. ما ممكن أقول شيء؟ طبعا حبيبتي وصايف، أنا وايد فرحانة أن بكون وياكم وبشارككم في الخير والعطاء، وأبا أقدم لكم ربيعتي جولي من سوريا. طبعا يا وصايف، جولي أصغر عضو معانا بالمؤسسة وايد بنستانس فيها، وبتكون صوتنا في المدرسة وفي النادي. شكراً كتير عمي، أنا اللي فرحتي أكبر لأني أول واحدة حسيت بالدعم والخير يلي شفته هون بين أهلي وناسي بالإمارات من وقت ما إجيت أنا وماما من سوريا. وبعدها تعرفت على وصايف بالمدرسة، حسيتها مثل أختي يلي بوثق فيها. أنا روعة من سوريا وعايشة هون بالإمارات بقالي 8 سنين. ابني لاقى الأجواء اللي بيحبها، بيدرس هون فن وتمثيل وعزف ورسم لأنه كتير بيحب الفن والفنون، وأنا كمان هون كتير بحس إنه نحن هون بأمان. وأنا من كتر حبي للإمارات بحب دائما غني لها عيشي بلادي عاش اتحاد وإماراتنا، عشتي لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، وحصنتك بسم الله يا وطن. يا الله شقد بحب الإمارات، بحبها كتير كتير. والحين بنعطي الكلمة لأجمل صديقنا من الهند. شكرا ماما، أنا زمان في شغل الإمارات، أرباب وعاجد زين، كل شي يعرف، كل مكان ودي سير يجي، أنا معلم كل شيء، نفرات إماراتي واجد جين، كلام عندي معلوم، في
فيلم من دي مالوم غني اندي كل عرف نفرات حبي هكا الاندي. ايوه فعلا، لكن اهم حاجه في الامارات انا حبيتها وما حسيت ابدا اني في غربه. الاكل من كل نوع في كل مكان، غير انك في اي حته في الامارات تقدر تعيش وتحس انك ما طلعت من بلدك. وده ليه؟ لان اي حاجه انت عاوزها هنا تلقاها. استاذ مبارك، ايوه، ممكن تعرف نفسك لباقي المجموعه؟ انا مبارك من السودان، الليله بالليل، وعايش هنا مع بناتي ايات وتسابيح واعتكاف. الله يقوي ايمانك. لا، ديل بناتي مش عباداتي، ومعاهم تليده وتوحيده وتوفيقه، دول كان بناتي. اما عن اولادي ادريس وانيس وبشير وبدير وجلال الدين وجاد الكريم، والحمد لله قلنا ننظم النسل. الله يحفظهم ويخلي لك اياهم. ومعانا الاستاذ عدنان من الاردن. الله يا دار زايد كيف محلاها، ويا ناس حلوه وقلبي مغرم بيها، وكان القمر يوم يظهر من محياها، وهي غاية الحسن يسلم كفي بانيها. وهلا والله، والله فكرة المؤسسة جدا إنسانية، خيركم دايما سابق، والله يحيي الإمارات وأهل الإمارات. بما إن شركاء في عمل تطوعي وكلنا على يد وحدة، فيا ريت نختار الاسم اللي بيمثلنا كلنا. أنا رأيي نسميها وطن الأوطان، شنو رأيكم؟ الله، حلو الاسم. صدقتي والله يا عمري. والله صحيح، أنا شايف أنه في إجماع. أنا بعد وياكم في كل الأوطان. هذا واجد زين اسمه. خلاص، على بركة الله بنسميها وطن لكل الأوطان. سنة وسالفة. شارك في هذه الحلقة نجود الزحمي، عبد الله اليماحي، عبيد لحفيتي، وصايف لحفيتي، أيمن خفاجي، أمال مينا، عدنان القاق، مبارك الشيخ، جولي النشار، روعة الحلو، فضيل رهيمان،